لا تترك نور لاعبة منتخب مصر للتايكوندو فرصة لتحسين لياقتها الفنية والبدنية إلا واقتنصتها، حتى خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا، فتأهلها للأولمبياد زاد من إصرارها على تطوير قدراتها للمنافسة والفوز في البطولة المقبلة. تأجيل الأولمبياد جت فايدة لنا اللي احنا نحاول نطور من لعبنا ولنا فرصة أكتر اللي احنا يعني نتمرن أكتر وكده، فالعكس دي مديني حافز أكتر. دلوقتي بقى بدأنا واحدة واحدة نخش في التايكوندو تاني، وإن شاء الله ربنا يسهل وبدأ ينزل إيفنتات تاني إن يبقى فيه بطولات. هو أول المعسكرات الرياضية التي أقامها منتخب التايكوندو المصري بعد أزمة كورونا، تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بعد تأهله بأربعة لاعبين. كل حاجة متوقفة، هو مجرد احنا بنتمرن في مركز اولمبي بس، مفيش طبعا معسكرات خارجية، مفيش بطولات، وده طبعا مش بسبب حاجة، ده بسبب التوقف اللي كلنا عارفينه يعني بسبب كورونا. بس طبعا مفروض الفترة الجاية لما الدنيا تبتدي تفتح طبعا يبقى عندنا اكتر معسكرات خارجية، عندنا بطولات، احتكاكات اكتر بكتير عشان نكون مستعدين احسن استعداد للاولمبياد. يعني كنا شغالين في اونلاين، طبعا هي حاجة مش اكتف قوي موضوع الاونلاين دوت، لكن ان احنا متابعينهم دي حاجة كويسة ليهم. وبعد كده بدأنا نبتدي واحدة واحدة تمرينة في اليوم، وما جبناش كل الفريق، يعني مش كل الفريق قوم، احنا جبنا الاربعة المتأهلين بس الاول حفاظا عليهم نمرة واحد. نمرة اتنين بدأنا حبة حبة نجيب اللعيبة اللي هتساعدهم في التدريب عشان الاولمبياد. أكثر من 90 لاعباً مصرياً يمثلون نحو 24 لعبة فردية وجماعية ضمنوا التأهل للأولمبياد المقبل، أعداد باتت مرشحة للزيادة بعد عودة المنافسات الرياضية بشكل تدريجي، وهو ما يعكس أهمية هذه الاستعدادات من أجل المنافسة بقوة في البطولة المقبلة. وزارة الرياضة المصرية أعلنت تسخير إمكانياتها الرياضية لدعم المتأهلين للأولمبياد، وأعدت اللجنة الأولمبية المصرية خطة لعودة اللاعبين إلى تدريباتهم مع اتخاذ إجراءات احترازية لحمايتهم من عدوى كورونا. للأسف احنا في مصر مش بنبدأ استعداداتنا من فور انتهاء الدورة الأولمبية، لا احنا بنبدأ قبلها بسنة ولا بحاجة، ففترة السنة الإضافية دي فرصة هائلة جدا للفرق والمنتخبات المصرية علشان تأهل نفسها أحسن. ومن أبرز المتأهلين لأولمبياد طوكيو منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، فضلا عن تأهل لاعبي التنس محمد صفوت وميار الشريف في إنجاز هو الأول للتنس الأرضي. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.